جبير، سعيد بن جبير هذا من الأعلام الذين قال فيهم أحمد بن حنبل، قال قتل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيد بن جبير والأمة بأسرها تحتاج إلى علمه، فعليه من الله ما يستحق. وحقا الحجاج بن يوسف الثقفي هذا رجل نتقرب إلى الله ببغضه، له بعض الحسنات لا تنكر، فإنه أعجم القرآن وإنه أيضا كان له بعض الفتوحات، لكن كل هذه المزايا وكل هذه الحسنات مع الفتوحات كلها في هذا بهذا الباب تنزل تحت تغمر في بحر سيئاته. رجل اختلف الناس في كفره، قال سعيد بن جبير خذها مني اللهم لا تسلطه على احد بعدي، فابتلاه الله ببصر في صدره يئن به ويصرخ قائما وقاعدا حتى قبضه الله جل في علاه. الاتيان على العلماء والفضلاء يعني رفعت اليد فيها ليست بالهينة، وحقا حق هنا تتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قد لا يظهر ذلك فيستهزئون بهذا الكلام، لكن الله يفاجئهم بهذه الحرب العاتية التي تأتي عليهم فلا تبقي ولا تذر، والله على كل شيء قدير. ولكن سعيد بن جبير قد أخطأ حين خرج مع ابن الأشعث، ابن الأشعث صراحة يعني قد جر على الأمة ويلات ثم ويلات بخروجه على الحجاج بن يوسف الثقفي، ما ترك أحدا أخضر ولا يابس إلا أكله الحجاج بن يوسف الثقفي.